أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل، هذه هي العناوين. الجيش العراقي يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في الفلوجة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ويطلب من سكانها إخلاء منازلهم. أي مسار تسلكه عملية تحرير الفلوجة وكيف ستنتهي المعركة في ظل حساسية طائفية بين أبناء المدينة والجيش العراقي المدعوم من قوات الحشد الشعبي الشيعية؟ قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور شمال سوريا وسط أنباء عن تحضيرات لتحرير الرقة. ستتاح لي الفرصة للتحدث بعمق مع قادة جيش سوريا الديمقراطية حول كافة الأحداث الجارية حالياً. ما الذي يستفيده أكراد سوريا من هذه الزيارة وهل باتت معركة الرقة على الأبواب؟ في اليمن الحوثيون يحتفلون بذكرى الوحدة والجنوبيون يقاطعونها، وهادي يقول إن مشروع اليمن الاتحادي سيؤسس لوحدة مستدامة. أن اليمن الاتحادي القوي المتماسك ليس مشروعي فقط، بل هو مشروعكم ومشروع آبائكم الذي ظلموا من قبلكم. نتساءل عن الذي بقي من الوحدة، وهل تمثل الدولة الاتحادية ضمانة لديمومتها؟ أهلا بكم. التلفزيون العراقي الرسمي أذاع بياناً للجيش يطلب فيه من أهالي الفلوجة الذين لم يتمكنوا من مغادرتها رفع أعلام بيضاء لتحديد أماكن تواجدهم، وقال كذلك إن طرقاً آمنة للخروج من المدينة سيتم تحديدها قريباً. الجيش كان قد أصدر بيانات مماثلة لسكان المدن التي تخضع لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قبل الهجوم عليها، ما يجعل الفلوجة ذات الغالبية السنية الوجهة المقبلة الأكثر ترجيحاً للجيش في مواجهة التنظيم. الفلوجة التي سقطت في أيدي التنظيم في بدايات 2014 لطالما كانت معقلاً لمجموعات سنية مسلحة من أبناء المدينة والمنتمين لقبائلها. زعماء تلك القبائل شكوا لسنوات ولا يزالون من التمييز ضدهم من جانب حكومة بغداد. أي مسار تسلكه عملية تحرير الفلوجة وكيف ستنتهي المعركة في ظل حساسية طائفية من أبناء المدينة والجيش العراقي المدعوم من قوات الحشد الشعبي الشيعية؟ في سلسلة بيانات موجهة إلى أهالي مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار غربي العراق، طلبت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية من أهالي المدينة الذين ما زالوا بداخلها القيام بعدد من الخطوات الضرورية لسلامتهم، وهي التهيؤ لمغادرتها عبر طرق مؤمنة، الابتعاد عن مقرات تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية التي سيتم التعامل معها كأهداف للطيران الحربي، تقديم المعلومات وطلب المساعدة من خلال إرسال رسائل نصية على الخط المجاني 195، رفع راية بيضاء في أماكن تواجد العوائل التي لا تستطيع الخروج من المدينة. هذه التوجيهات تأتي كجزء من الاستعدادات لانطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية منذ الأول من كانون الثاني يناير عام 2014، وبمشاركة كافة قطاعات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري والطيران الحربي العراقي. ويبدو أن محاور الهجوم قد حددت فعلا. ناشطون مدنيون وساسة محليون متعاطفون مع المحاصرين في الفلوجة ارتأوا إطلاق حملة إغاثة اسموها الفلوجة تموت جوعا، وقالوا إن جريمة حرب مكتملة الأركان بحق سكان الفلوجة تنسج، وهو اتهام ساقه القائمون على هذا التجمع إلى الحكومة العراقية مطالبين بالسماح بنقل عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية لإنقاذ الأهالي من الموت. ورغم أن الأولويات تبدو لإخراج سكان الفلوجة من المدينة قبيل بدء العمليات العسكرية الكبرى هذه، إلا أن هذا يبدو صعبا أيضا، ولربما يستعصي ذلك على الكثير من المدنيين، فإنهم حاولوا الخروج منعهم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
وإنهم بقوا طالهم القصف من حملة تبدو متسارعة الخطى. زهير دراكي، بي بي سي. للنقاش ينضم إلينا من أربيل الخبير العسكري والأمني الأستاذ هشام الهاشمي، أهلا وسهلا بك. من عمان الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا. ومن بغداد السيد كريم النوري القيادي في قوات الحشد الشعبي، أهلا وسهلا بكم جميعا. بدايتنا من عمان دكتور يحيى، هل نفهم من ذلك، من كل ما أعلن ومن الأنباء منقولة عن قيادة الشرطة الاتحادية العراقية عن وصول 20,000 من جنودها إلى مشارف الفلوجة، إنه هذه معركة الفلوجة التي طال انتظاره؟ يعني بداية مساء الخير لكم ضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة بي بي سي. يعني أولا المشكلة فيما يتعلق بالفلوجة هو من يمتلك مثل هذا القرار. يعني نحن نعرف أن هناك خلاف أمريكي عراقي حول هذه العمليات. الأمريكيون لا يريدون البدء بعملية الفلوجة، يعني يريدون تأجيل عملية الفلوجة إلى ما بعد عملية الموصل، وهم يعتقدون أن وجود ميليشيا الحشد الشعبي يعني ستعيق كثيرا إنتاج رؤية لما بعد داعش، وهذا هو الموضوع الأساسي الذي عطل في أحيان كثيرة مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معركة الأنبار، لأنه لن يكون هناك معنى لمنع الأمريكيين هذه الميليشيات من المشاركة في معركة الرمادي، معارك أعالي الفرات، ثم يسمحون لها بالمشاركة بالعقدة الأهم من الناحية الرمزية سنيا على الأقل اللي هي مدينة الفلوجة. الأمر الثاني المهم أنه منذ سقوط مدينة الفلوجة بيد تنظيم داعش، يعني منذ يناير كانون ثاني 2014 إلى الآن، يعني على مدى ما يقرب من شهرين وخمسة أشهر، شهدت الفلوجة أكثر من عملية لاستعادتها. صحيح. يعني كانت هناك عمليات في الستة أشهر الأولى، كنا أمام انطلاق عمليات قبل ما يقرب من سنة، وكان هناك حديث عن أن صلاة العيد ستكون في جوامع الفلوجة، ولم يحدث شيء من هذا. الفلوجة عقدة مستعصية من الناحية الجيوبوليتيكية، يعني من الناحية العسكرية هي هدف ليس سهلا مثل الرمادي، يعني وبالتالي لا أعتقد أنه داعش أو تنظيم الدولة سينسحب من الفلوجة كما انسحب من المناطق الأخرى. يعني هو انسحب من الرمادي، انسحب من هيت، انسحب من الرطبة، ولم تكن هناك مواجهات حقيقية في هذه المناطق. لا، داعش سيقاتل في الفلوجة باعتبارها رمزا تماما كما قاتل في كوباني. وبالتالي السؤال المهم هنا هي ما هي استراتيجية المعركة، بمعنى هل سنكون أمام نموذج معركة الرمادي، بمعنى أمام عملية تدمير كامل للبنية التحتية ولأملاك المواطنين في الفلوجة، وبالتالي الحصول على أرض محروقة؟ كل هذه الأسئلة لا وجود لإجابة عنها. البداية هي من اتخاذ القرار والأولوية بالنسبة للقوات التحالف وبعدين للحكومة الاتحادية كما حضرتك ذكرت. أستاذ كريم النوري، ماذا تعتقد في ذلك الأمر، وخصوصا أنه خروج التظاهرات في بغداد عاد وطرح السؤال مجددا مع الاقتتال بين فصائل مختلفة، مع المواجهات بين الصدريين وبين الفصائل الشيعية الأخرى، عما يمكن أن يسفر ذلك عنه من تغيير للأولويات فيما يتعلق بمعركة الفلوجة في مقابل معركة الموصل؟ نعم، تحية لك ست رشا ومشاهديكم الكرام. بداية أنا أود أن يصحح الدكتور يحيى الكبيسي توصيف الحشد الشعبي الرسمي، لا يتكلم بهذه الطريقة ميليشيات ويكررها أكثر من 20 مرة، ثم يوصف الدواعش المجرمين بتنظيم الدولة، لا هم هنا. لكن فعلا أن الدواعش لم ينسحبوا لأنهم سيقتلون في الفلوجة. أولا ما يقال من تحليلات بأن الأمر بيد الأمريكان وبيد الضغط العربي والدول الإقليمية، هذا كلام ليس صحيح، يتعكز عليه الفاشلون والمتقاعسون حتى يبرر الهزيمة. نحن الآن من يتواجد، صحيح قبل 9 أو 10 أشهر نتواجد على محيط الفلوجة من شمال غربها في ذراع دجلة جسر ياباني، ومن شمالها الصقلاوية، ومن جنوب الشرق القرمة، ومن غربها جزيرة الخالدية. والآن لا يمتلك الدواعش، بدأت الحلقة تضيق عليهم، يضيق الخناق، وهم الآن بين منطقة الزوبع والزيدان، وسوف حقيقة نضاردهم. وأما أنه يستبسلون
أو يستقتلون، هذا ليس صحيح. وأقول لك عندما تبدأ العمليات سترون المفاجآت، ومن خلال قناتكم صدقني هذا التهويل في جسم داعش لا صحة. نعم طيب، بس مفاجأة من نوع قبل الموصل. نعم. بأشهر أستاذ كريم، مفاجأة من نوع ما أعلن أنه خطأ قبل أكثر من 4 أشهر حينما وجه الضربة لقوات الجيش العراقي، وقيل أن ذاك أنه خطأ من جانب قوات التحالف مثلا، وأرجئت العملية مرة ومرة سابقة. ما هذا ما أعلن قبل 4 أشهر وفهم من القوات الأمريكية وقوات التحالف أنه خطأ. أحسنتي، وربما الخطأ رب ضارة نافعة، هذا التأجيل لصالحنا، لا نريد أن تتحول فلوجة إلى كوباني ثانية أو رمادي أخرى، لأنه طريقة المعالجة الأمريكية طريقة الأرض المحروقة. نحن من يطوق ويحاصر ويعني يضيق الخناق على الدواعش، ولذلك أعتقد سنحاول. النقطة المهمة طبعا، نحن لا نريد حقيقة تحقيق نصر على حساب الضحايا، نفكر بفتح أكثر من منفذ آمن لأهلنا الطيبين من أبناء الفلوجة الذين أصبحوا مخطوفين وأسرى بيد الدواعش، الآن عانوا من الترويع والتجويع وجرائم داعش. لذلك اطمئنوا، سنفكر بإنقاذ الإنسان قبل المكان، وليس يهمنا النصر على حساب البشر. بما أننا نفكر بما تم الإعلان عنه، بالفعل أستاذ هشام، كيف يقرأ الإعلان عن أنه من لن يتمكنوا من الخروج من المدينة ينبغي عليهم رفع أعلام بيضاء؟ ألا يعد ذلك التكنيك أو التقنية تقنية بدائية في الوقت الذي يمكن فيه لتنظيم الدولة أن يرفع هو الأعلام البيضاء مثلا في مواقع مختلطة تماما بمواقع بها مدنيون؟ معذرة، هذا السؤال هو للسيد هشام. وثانيا، إذا ما تم الإعلان عن إبقاء سواء قوات الحشد الشعبي أو من يصفون بأي قوات غير نظامية، يعني ليست منضوية تحت لواء الجيش العراقي، على تخوم المدينة، هل تعد هذه ضمانة كافية لإبقاء المدنيين بعيدا عن مسار الضرب، سواء الضرب البري أو بغطاء قوات التحالف؟ حقيقة ممكن أن نقول أن هذه الدعوة من خلية الإعلام الحربي للمدنيين، هذه كانت استخدمت الأسلوب الكلاسيكي، وأعتقد أن كثير من المدنيين والذين عديدهم بحسب مقام الفلوجة قرابة 50,000 نسمة ممن يتعايش بالإكراه مع تنظيم داعش منذ 2 وبضعة أشهر، هؤلاء لديهم تواصل، بعضهم طبعا لديه تواصل كبير مع استخبارات عمليات الأنبار وعمليات بغداد، هؤلاء صنعوا لنا بنك من الأهداف والمعلومات. تغير أسلوب القوات العراقية منذ ما يقارب 9 شهور، كان القصف في بداية الأمر أشبه ما يكون بعشوائي ويستخدم تكتيك الفيلة الهائجة، بحيث أنه المكان الذي يعتقد فيه داعش يتم استهدافه بعنف. منذ 9 شهور أصبح الاستهداف النقطي ودقيق جدا، وبالتالي أرجعت القوات المشتركة أسلوب تحرير الفلوجة إلى أسلوب مماثل كما حدث في القرية العصرية وزنقورة وهيت وكويسة، وصولا إلى النصر الكبير في الرطبة. سواء كان فعل داعش انسحابا أو كان هزيمة، النتيجة أن هذه الأرض تم تحريرها بقوات عراقية خالصة بالتعاون مع التحالف الدولي. اليوم الفلوجة من حيث استراتيجية تحريرها أو عدم تحريرها، هذا مختلف فيه بين القيادة العراقية ومستشاري التحالف الدولي الذين يقللون من استراتيجية كون الفلوجة خاصرة مريضة مؤثرة على غرب بغداد، وأهم منشآت غرب بغداد هو مطار بغداد الدولي السيادي. التكتيك الذي اتبعته قيادات من القيادة المشتركة وقيادات الحشد الشعبي ما يعرف بدبيب النمل، نعم بطيء لكنه حذر جدا ويؤتي بنتائجه المناسبة. الفلوجة اليوم ممكن اقتحامها من 6 محاور، إلى أمس التحالف الدولي يسند هذه القوات العراقية بكافة أقسامها، لديه ضربة في القرمة حيث يتواجد الحشد الشعبي وفصائله، ولديه ضربة في الفلوجة حيث تتواجد قوات من الشرطة الاتحادية، وأيضا في المنطقة الجنوبية حيث تتواجد قوات من الفرقة 17. إذن التحالف الدولي
موجود رغم أنه يختلف في أهمية الذهاب إلى الفلوجة أم إنهاء ما يعرف بالمنطقة الشمالية من الأنبار التي لم تحرر إلى الآن من نهر الفرات، المنطقة الشمالية، جزيرة الخالدية وصولا إلى الكرابلة والسلمان، هذه لم تحرر إلى الآن. إذن هو خلاف في طرح الرأي. كمراقب أرى أن الفلوجة ينبغي إنهاءها في هذه الفترة. يتواجد بضعة مئات من الدواعش، أحسن تقدير بتقارير استخبارات العراقية أن عديدهم لا يتجاوز 800 محلي مع 250 من غير العراقيين. بالتالي مع وجود 33,000 ممن حشدوا من القوات المختلفة بأطواق ثلاثة تمثلت بقوات المشتركة ثم قوات الحشد الأنباري ومن أبناء الفلوجة ثم الطوق الأوسع والأبعد هو 8 فصائل بالحشد الشعبي. طيب هذه كفيلة أن تأتي بنصر خاطف كما حدث في الرطبة. طيب وبالتالي دكتور يحيى الكبيسي، تغيير الأولويات من الموصل إلى الفلوجة، لماذا يطرح السؤال عن القوات الأمريكية التي يعني طرحت أسئلة في ولاءاتها وفي ربما الشكوك حول مدى تغير سياساتها بشأن الفلوجة؟ لماذا الآن الثقة موجودة في القوات الأمريكية، خصوصا وأنه كانت هناك أسئلة طرحت بشأن لماذا هي استعانت الآن أو وافقت على وجود قوات الحشد الشعبي فيما يتعلق بمعركة الفلوجة؟ قبل سابق ربما طرح أسئلة كثيرة بشأن عدم موالاتها لقوات الحشد الشعبي ورفضها الوجود بمعركة الفلوجة وحتى بمعركة الموصل. لا، هذه تأويلات. أنا أعتقد الموقف الأمريكي لم يحدث فيه أي تغيير. يعني ستيفن وارن قبل يومين تحدث بشكل أساسي أنه يعني معركة الفلوجة يعني مؤجلة وأنه المعركة الأساسية يجب أن تكون معركة الموصل. يعني الأمريكيون الذين حاربوا يعني مرتين في الفلوجة يعرفون أهمية الفلوجة الرمزية، وبالتالي هم لا يريدون التورط في معركة ثالثة في الفلوجة من دون إيجاد رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد داعش. هذه الاستراتيجية ما زالت غائبة لدى الجميع، ليس لدى الحكومة العراقية رؤية أو استراتيجية لمرحلة ما بعد داعش تحديدا في إدارة هذه المناطق، ليس للأمريكيين أيضا مثل هذه الرؤية، وبالتالي هذا الخلاف حول الرؤية هو الأساس هنا. الأمر الثاني من الناحية العسكرية، لا يمكن بالتأكيد المقارنة ما بين الرطبة والفلوجة. أنا تحدثت أكثر من مرة وقلت إذا ما توجهت القوات العسكرية إلى الرطبة تنظيم داعش أو تنظيم الدولة سينسحب من الرطبة وسيتم السيطرة عليها في ساعات. الرطبة واحة في الصحراء، لا تعني داعش كثيرا، لكنها بالتأكيد ستهتم بأن تخوض حرب استنزاف على مقتربات الرطبة التي تمتد على مسافة مئات الكيلومترات. لكن الفلوجة لها وضع مختلف. طيب يعني إذن على أي أساس الحكومة العراقية تعلن عن كل هذه الإجراءات وتطالب بإخلاء المدينة إذا كانت أولويات الولايات المتحدة من وجهة نظركم هي كما هي لم تتغير؟ مفترض أنه العمليات التي تدور في العراق ضد تنظيم الدولة هي بقيادة التحالف، التحالف هو من يقودها وهو الذي يتحالف مع الحكومة العراقية بشأن هذه العملية. تقصدون أن هناك غياب في التنسيق ولا أن الحكومة العراقية تأخذ هي زمام الأمور فيما يتعلق بالفلوجة لوحدها؟ لن تستطيع القوات العسكرية العراقية أن تفعل شيئا في الفلوجة من دون الغطاء الجوي الأمريكي. أي محاولة لاقتحام الفلوجة من دون غطاء جوي أمريكي هذا انتحار. طيب. يعني المؤشرات التي ذكرتيها، يعني قضية التصريحات وما إلى ذلك، ارجعي إلى التاريخ ستكتشفين أنه مثل هذه التصريحات والحديث عن الأعلام البيضاء وما إلى ذلك حدثت أكثر من مرة، وبالتالي هي ليس مؤشرا على قرب اقتحام الفلوجة. لهذا ما زلت أصر على أنه لا أعتقد أنه معركة الفلوجة قريبة. نعم هناك محاولة يعني حكومية لأسباب سياسية للحديث أو تسويق معركة الفلوجة. يعني هذا الوضع مرتبط بالوضع الأمني داخل بغداد، مرتبط بجملة المؤشرات التي بدأت يعني تنتشر تحديدا من خلية الإعلام الحربي لشيطنة الفلوجة مرة أخرى بوصفها مصدرا للسيارات المفخخة إلى بغداد، واليوم صباحا كان هناك خبر بهذا المعنى. لكني كما قلت لا يمكن أن أفكر أن الولايات المتحدة ستسمح بمشاركة الحشد الشعبي بأي صورة من الصور في هذه المعركة. أيضا لا وجود لشيء اسمه حشد عشائري،
هناك بضعة مئات لا يمثلون قوة عسكرية حقيقية تستخدم لتكون غطاء سنيا لهذه العمليات، لكن ليس لهذه المجاميع العشائرية بين مزدوجين أي تأثير عسكري حقيقي أو فعالية حقيقية للتأثير على سير المعركة. طيب أستاذ كريم النوري، هناك من يرى شبح خلاف بين سرايا السلام جناح الصدري طبعا للعسكري وقوات بدر أحد تشكيلات الحشد الشعبي، وفي ذلك يرجعون شبح هذا الخلاف للإصرار من جانب الجيش النظامي والقائمين على الحكم في بغداد لتقديم معركة الفلوجة على معركة الموصل. كيف تبررون هذه القراءة أو هذا الخلاف بين الفصيلين؟ لا بالتأكيد ليس هناك أي خلافات بين سرايا السلام والبدريين، هم يقاتلون في خندق واحد، وما سرب حقيقة بعض صفحات الفيسبوك للإثارة ليس إلا وبعض القنوات، لكن بالتأكيد الآن ويبدو الأخ الدكتور أحمد الأخ الكبيسي يحيى الكبيسي بعيد عن الجبهة تماما، وأتمنى أن أرافقه، وأنا قبل ساعات كنت في مقر العمليات ويشاهد كيف ينتشر أبناء الحج الشعبي على مقربة من كل يعني محيط الفلوجة، حتى يكون واقعا كلام هو ما زال يتكلم بعقلية المؤامرة وأن كل شيء بيد أمريكا، وإذا قالت أمريكا لشيء كن فيكون. هذه نعم القضية بس لا أحد ينكر أن هناك تنسيق بين الحكومة العراقية والقوات المسلحة، هناك تحالف قائم رسمي معلن بين الحكومة العراقية وبين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للتنسيق في العمليات المتعلقة بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، لا أحد ينكرها، الحكومة العراقية تتحدث عن ذلك بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن تجنيب الولايات المتحدة ولا التحالف، والدليل كان ما حدثت حضرتك عنه قبل 4 أشهر، يعني المسألة ليست فقط محولة بالحكومة العراقية. تفضل. هذا التحالفات سيدتي لا يتحول إلى أملاءات أو إلى فرض وصايا وقيمومة أمريكية. نحن في معارك البيجي حررناها بغطاء جو عراقي، وهذا تهويل لقدرات داعش. أول نحن قادرون على حسم المعارك، والآن فصائل الحج الشعبي تستعد. نعم ربما الاقتحام للمدينة سنترك الأمر، نحن من يقطع رأس الأفعى وسنترك الآخرين لدفنها. هذه القضية فيها بصراحة أقول ليس هناك شروط أو ضغوط إقليمية لا سعودية ولا أمريكية. هذا على اعتبار أن التحالف هو من يأتمر بإمرة الحشد الشعبي، ما هو كما ليس هناك إملاءات من الجانب الأمريكي على الحكومة العراقية ولا على الحشد الشعبي، العكس هو أيضا غير صحيح مفترض. لا أمريكا ليس بهذا القدر من الغباء والسذاجة حتى تتحول إلى هذا الطريقة الخاطئة. أقول لك بصراحة الآن القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحسم الأمر. نعم إذا كانت هناك مساعدات من الدول الخارجية فيرحب بها القائد العام للقوات المسلحة، أما تتحول إلى منع وترخيص هذا ليس صحيح. نحن خلال أنا حقيقة الساعات القليلة القادمة ستكون كفيلة بالرد على حديث الدكتور يحيى الكبيسي وأيضا على كل التحليلات الخاطئة التي حقيقة تستبطن المؤامرات والتحليلات البعيدة عن الواقع. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا في هذا الحوار، وسننتظر الساعات القليلة القادمة لتجيب على كل ما ذهب إليه ضيوفي الثلاثة. الأستاذ كريم النوري القيادي في الحشد الشعبي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا، كذلك منضما إلي من أربيل الخبير العسكري والأمني الأستاذ هشام الهاشمي، أشكرك شكرا جزيلا، ومن عمان الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أشكركم جميعا شكرا جزيلا. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور شمال سوريا وسط أنباء عن تحضيرات لتحرير الرقة. في اليمن الحوثيون يحتفلون بذكرى الوحدة والجنوبيون يقاطعونها، وهادي يقول إن مشروع اليمن الاتحادي سيؤسس لوحدة مستدامة. We'll be right back.
بشكل مفاجئ وصل الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل إلى شمال سوريا في زيارة لأرفع مسؤول عسكري أمريكي لتلك المنطقة منذ بداية الصراع في سوريا قبل 5 سنوات. الزيارة وبحسب مسؤولين أمريكيين تهدف للاطلاع على استعدادات المجموعات الكردية والعربية المنضوية تحت لواء ما يعرف بجيش سوريا الديمقراطية من أجل المعركة الكبرى في الرقة، معقل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. هل باتت معركة الرقة على الأبواب وكيف يستفيد الأكراد من الدعم الأمريكي والروسي لهم؟ جوزيف فوتيل أرفع مسؤول عسكري أمريكي يصل إلى شمال سوريا منذ بداية الصراع قبل 5 أعوام. زيارة قصيرة هي ليست الأولى لمسؤول عسكري أمريكي إلى مناطق نفوذ ما يعرف بجيش سوريا الديمقراطية، لكنها تحمل دلالات هامة لا سيما في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة. والتقى الجنرال الأمريكي خلال 11 ساعة أمضاها في سوريا مع خبراء عسكريين أمريكيين يعملون مع مقاتلين عرب وأكراد، كما اجتمع مع قادة من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. فوتيل أكد أن زيارته تهدف إلى توحيد العرب والأكراد في مواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. ستتاح لي الفرصة للتحدث بعمق مع قادة جيش سوريا الديمقراطية حول كافة الأحداث الجارية حاليا. بريت ماكورك ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية قال في تغريدة له على موقع تويتر إن فوتيل زار سوريا للتحضير لهجوم على الرقة، معقل التنظيم الجهادي المتشدد شمال شرق سوريا. ورفضت القيادة المركزية الأمريكية تقديم تفاصيل عن المكان الذي زاره فوتيل، لكن وبحسب مراقبين فقد التقى الجنرال الأمريكي مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في شمال شرق سوريا والتي تنحصر مهامها في تدريب المجموعات المحلية في مواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. تشير زيارة المسؤول العسكري الأمريكي إلى أن معركة مرتقبة ستشهدها الرقة، لا سيما أن طائرات التحالف الدولي ألقت لأول مرة منشورات طالبت خلالها سكان المدينة بالمغادرة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أنها المرة الأولى التي ينصح فيها السكان بمغادرة المدينة. وتحدث المرصد عن معلومات متداولة منذ فترة عن تحضير قوات كردية لحملة ضد التنظيم في الرقة بدعم من التحالف الدولي. ورغم أن الجنرال فوتيل قال إن زيارته جاءت لتعزز الرؤية الأمريكية بمحاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية من خلال دعم قوات محلية بحق المدنيين العرب السنة في مناطق سيطرتها بالحسكة وانتصارات الأكراد في المنطقة، أثارت حفيظة تركيا، وعلى إثرها أعلنت استعدادها للتعامل مع الأحداث الطارئة تزامنا مع قيام أنقرة بتحضيرات لعمل عسكري في الشمال السوري، حيث تعتبر أنقرة جزءا كبيرا من المخاوف التركية تتلاقى مع مخاوف الكثير من السوريين من تحويل خريطة سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الحسكة العقيد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، أهلا وسهلا بك. ومن عمان الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فايز الدويري، سنرى إن كنا نستطيع أن نصل إلى العقيد سلو أعتقد عبر خدمة سكايب. العقيد سلو هل تسمعني؟ العقيد سلو. نعم. عظيم عظيم، تمكنا من التوصل إذن ليس عبر الهاتف ولكن عبر خدمة سكايب مع العقيد طلال سلو. أهلا وسهلا بكم على أي حال. عقيد سلو، تردد أنه قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمضى 11 ساعة في شمال سوريا والتقى مسؤولين من قوات سوريا الديمقراطية، هل كنت حضرتك من بين هؤلاء القادة؟ أولا مساء الخير لحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا بك. بس توضيح، نحن لسنا جيش سوريا الديمقراطية، نحن قوات سوريا الديمقراطية. بس قوات سوريا الديمقراطية، هذا ما قلت. نعم، قوات سوريا الديمقراطية. هل كنت حضرتك من بين القادة الذين التقاهم المسؤول الأمريكي؟ ما الذي دار بينكم؟ طبعا أنا كنت القيادة العامة والناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك، ما الذي دار بينكم؟ تفضل يا أنسي. نعم، حضرتك تسمعني، ما الذي دار بينكم وبين قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط؟ نعم، أولا توضيح، نحن منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية كنا نجد في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شريكا أساسيا، ونعتبره نحن حليف استراتيجي في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. ونحن سابقا كان في زيارات متواصلة ولقاءات متواصلة من قبلنا نحن مع قيادة التحالف وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. إن الطرف الأمريكي رغب البارحة أن يقوم بزيارة علنية،
هذا تأكيد على تطوير ودعم العلاقة فيما بيننا. هذا هو الواقع اللي حصل البارحة. إن للتوضيح، هذا اللقاء ليس اللقاء الأول ما بين قيادتنا والقيادات التحالف وقيادات الولايات المتحدة. طيب إذا لم يكن هذا هو اللقاء الأول، نفهم من ذلك أنه هناك تنسيق لمعركة قادمة، لمعركة الرقة كما تردد. ما الذي ننتظره في الأفق حسب ما تستطيعون أن تعلنوا؟ للتوضيح، نحن الحملات السابقة 4 حملات كنا نحن نعمل جنب إلى جنب مع التحالف والولايات المتحدة الأمريكية. نحن على الأرض، قواتنا على الأرض، وهم عبر الطيران يقوموا باستهداف مواقع تنظيم داعش الإرهابي. أما حاليا نحن نعم نعد العدة لعملية قادمة، ولكن لا نستطيع أن نوضح أين ستكون هذه الحملة. نحن وضحنا عبر المؤتمر التأسيسي لقواتنا أي تواجد لتنظيم داعش الإرهابي راح يكون هدف لقواتنا. فإذا من الممكن يكون دير الزور، ممكن يكون مدينة الرقة، من الممكن أن يكون الريف الشمالي لمدينة حلب. لا يمكن التوضيح. طيب إنما نحن حين حصول الحملة نقوم بإعداد بيان خاص بالحملة. مفهوم طبعا. دكتور فايز الدويري، ماذا يمكننا نحن أن نقرأ كصحفيين ومحللين في هذه اللقاءات إذا كانت متكررة، وخصوصا المنطقة التي تم فيها اللقاء؟ ماذا يمكن نحن أن نستخلص تحليليا؟ أولا هي تأكيد لما تحدثنا به سابقا عن أن القوات الكردية، سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية في سوريا أو البشمركة في العراق، هي صاحبة الحظوة، وهي التي تتمتع بأعلى درجة من الموثوقية. حيث إذا عدنا إلى حزيران 2014 عندما تم اجتياح 4 محافظات عراقية، لم يتم إنشاء تحالف، ولكن عندما كانت القوات داعش على مسافة 40 كيلومتر من أربيل تم إنشاء التحالف. ثم لم يوجه إسناد جوي حقيقي لحماية أي من المدن، وإسناد المدافعين باستثناء كوباني. لماذا؟ لأن هذه القوات هي ذات مصداقية وموثوقية لدى الأمريكيين، خاصة مع بداية التقارب الروسي الكردي في الأشهر الماضية. فبالتالي الأمريكيين حاولوا أن يحولوا دون ذلك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الآن في الانتخابات الأمريكية هناك مواقف متباينة ما بين موقف المرشح الجمهوري ترامب الذي تحدث صراحة أن سوريا والأسد ليست هي الأولوية المطلقة، هناك ما هو أهم، بينما الأمريكيين يحاول الرئيس أوباما أن ينهي فترته الثانية في البيت الأبيض بتقديم شيء في محاربة تنظيم الدولة، ويهيئ الظروف للمرشح الديمقراطي الذي يفوز في ذلك. الآن نعود إلى الزيارة. الحديث أو التصريح الأمريكي هو عن بناء تحالف، لكن هذا التحالف له محاذير. الآن عندما نتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية، لا يوجد قوات فاعلة إلا القوات الكردية، وهي قوات البي واي دي التابعة لصالح مسلم، وهي النسخة السورية من البي كي كي التركي، وهي بالتالي متهمة بأنها الوجه الآخر للعملة فيما يتعلق بالنظام السوري. وهناك تجارب سابقة خلال الأشهر الماضية أنه تم عمليات إجلاء لبعض القبائل العربية في تل أبيض، في عين عيسى، في بعض البلدات. إذن هناك تخوف حقيقي. الكل يطمح بالخلاص من تنظيم الدولة، ولكن الخلاص من تنظيم الدولة بأدوات لا تمارس نفس الممارسة. فهناك تخوف من القبائل العربية ومن العنصر العربي بأن قوات البي واي دي إذا ما دخلت، وهي القوة الرئيسية في سوريا الديمقراطية، ستمارس نوع من التصفية العرقية والتهجير. ويضاف إلى ذلك نقطة أخيرة، التخوف أن يتم ضم الرقة من أن تكون تحت ولاية داعش إلى جزء من الكنتون الكردي. هل من تعقيب على ذلك العقيد طلال سلوك؟ أولا تعقيبنا الوحيد ويمكن نذكر الآتي، نحن بالنسبة لقواتنا أي نعم تم مو تهجير، تم إخلاء أماكن تواجد الأخوة المدنيين من كافة المكونات نتيجة الحرب الدائرة ما بيننا وبين تنظيم داعش الإرهابي. إنما بعد ما تم عملية التحرير وبعد ما تم عملية إزالة الألغام والمتفجرات، قمنا بإعادة المدنيين جميعا إلى أماكن تواجدهم السابقة، ومثال على ذلك تل براك والهول في ريف الحسكة الجنوبي. أما عملية التهجير هذا طبعا لم يتم، وأكيد نحن بالنسبة لنا بعد ما عادنا المواطنين أنشأنا نحن مجالس مدنية لإدارة الأماكن تواجد المدنيين. أما تهجير لم يتم، إنما التهجير تم نتيجة ظروف الحروب التي كانت قائمة، وحاليا كافة أبناء المناطق
عادوا إلى أماكنهم بما فيهم منطقة الشدادة. حتى نحن بالنسبة مثل ما ذكر الضيف الكريم، المكون العربي حاليا يعمل جنب إلى جنب معنا مع باقي مكونات قوى سوريا الديمقراطية. خرجنا حتى الآن نحن دورتين من المكون العربي من أهالي منطقة الشدادة وما حول الشدادة، 425 مقاتل انضموا إلى قوى سوريا الديمقراطية. هذا ينفي مزاعم التي ذكرها الضيف الكريم حول استفراد المكون الكردي في قرارات والحملات التي يقوم بها ضد تنظيم داعش الإرهابي. هو ذكر مخاوف عن ما يسمى بتطهير عرقي اولا، وثانيا عن ضم الاقليم او ضم المناطق الى يعني الاقليم الكردي الذي اعلن قبل سابق انه ربما يعلن انفصالا وتكوين اقليم كردي منفصل او دوله كرديه. حتى انسى، لم يكن هناك اقليم كردي. الذي اعلنا عنه هو فيدراليه خاصه فينا بجميع مكونات المتواجدة على أرض رجبا المناطق المحررة من قبل قواتنا وبرئاسة الأستاذ منصور السلوم وهو من المكون العربي. فإذا المكون الكردي هو يحصل على كافة حقوقه مثله مثل باقي المكونات. نحن عندنا متواجد، نحن ضمن الفيدرالية ضمن المجلس السياسي لنا متواجد من كافة المكونات، المكون الكردي والعربي والتركماني والسريان الآشوري. فإذا موضوع استفراد المكون الكردي، نحن نسعى الى تكوين دوله كرديه، هذا الامر عاري عن الصحه. نحن الفيدرالية التي نطالب بها هي لصالح جميع مكونات المنطقه بلا استثناء. طيب دكتور فايز الدويري، حملة الرقة تذبح بصمت كانت، وهي طبعا حملة مهتمة بتوثيق الانتهاكات في محافظة الرقة، كانت قد أعلنت أن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية سمح للأهالي بمغادرة الرقة إلى الريف القريب منها عبر بيانات أذاعها مقاتلوه في المساجد، لكن هي قالت أنه التنظيم منع المدنيين في الوقت نفسه من مغادرة المحافظات نحو محافظات أخرى. كيف يمكن النظر إلى التوزيع الديموغرافي إذا ما صحت هذه البيانات في ضوء توزيع المعارك في هذه المنطقة في الرقة وما حولها؟ يا سيدتي، أولا يعني أنا لا أود أن أدخل في جدال مع ضيفك الكريم، أحترم رأيه، ولكن عندما يتحدث عن ضم 450 مقاتل، قوات سوريا الديمقراطية 20,000 مقاتل، فلنحسبها رياضيا، إذا الفاعل الرئيسي هي قوات البي واي دي، وهي محط شبهة من العنصر العربي بأنها تسعى لشيء ما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يسمح للمدنيين بالخروج من الرقة والانتشار في محافظة الرقة فقط وعدم الخروج إلى مناطق أخرى، هذه رؤية وضعها هو، ولكن أنا أتوقف عند السماح بالخروج. هذه لها دلالة، أهم دلالاتها أهمية الرقة لتنظيم الدولة، وبالتالي تنظيم الدولة ينظر إلى هدفين استراتيجيين مركزي ثقل في مسرح العمليات الموحد. تنظيم الدولة مسرح العمليات يشمل سوريا والعراق. القوات العراقية تنظر إلى جزئية خاصة، والقوات المقاتلة ضد تنظيم الدولة في سوريا تنظر إلى جزئية خاصة، لكن المخطط الاستراتيجي في تنظيم الدولة ينظر إلى مسرح العمليات الكامل. هو يعتبر أن الرقة وحمص هي مراكز الثقل الاستراتيجية. الرقة لها بعد معنوي وبعد مادي محدود، فيما الموصل هي مركز الثقل الاستراتيجي الذي لا يمكن التفريط به. أي بمعنى آخر، تنظيم الدولة سيدير معركته الحاسمة في كل من الرقة والموصل وحسب تطورات الأحداث الميدانية، ولكن إذا ما حوصر وأصبحت إمكاناته في إدارة المعركة الدفاعية ضعيفة، عليه أن يفاضل ما بين الرقة وما بين الموصل، وأنا أرى أنه سيضحي بالرقة لصالح الموصل. لهذا السبب هو الآن يحذر إلى معركة استنزاف طويلة الأمد على غرار معركة تكريت، وليس على غرار معركة والرمادي، وليس على غرار المعارك الأخيرة في الرطبة. لماذا؟ لأنه ليس من السهولة أن يتخلى عن مركز الخلافة وعاصمة الخلافة الأولى، وبالتالي حاول أن يخرج المدنيين لتقليل الخسائر أولا ولمحاولة إدارة المعركة الدفاعية بالاستراتيجية المعتمدة، وهي نظام المفخخات والحقول الألغام والسواتر والخنادق وما شابه ذلك. لذا أنا أتوقع أنه إذا ما جرت معركة الرقة ستكون معركة قاسية، ولن تستطيع قوات سوريا الديمقراطية أن تحسم المعركة إلا في ظل حملة جوية مكثفة. أي بمعنى آخر، أن يتم تخصيص 90% من جهد الجوي الأمريكي
لصالح معركة الرقة، وإلا لن تحسم كما هي الحال في الفلوجة. طيب هل من تعقيب على ذلك سيادة العقيد؟ أولا التوضيح، ذكر الضيف الكريم أني أنا ذكرت أني عدد المقاتلين العرب هو 425، لا أنا ذكرت أني نحن بعد تحرير الشدادي انضم لنا من المكون العربي دورتين خرجنا من المكون العربي. لما أذكر أنا العربي ضمن قواتنا هو 425 شخص تعدادهم بالآلاف. أما تعقيب طبعا نحن بالنسبة لحملة الرقة إن تمت مثل أي حملة طبعا راح سوف يتم الاستعانة بالقدرة الجوية لقوات التحالف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراكة استراتيجية تجمع بيننا وبينهم لعملية تحرير مدينة الرقة أو أي طرف آخر أو أي حملة أخرى لصالح قواتنا. طيب أشكركما شكرا جزيلا على هذا الحوار عبر خدمة سكايب من مدينة الحسكة العقيد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور فايز الدويري، أشكركما شكرا جزيلا. باهتة وحزينة مرت الذكرى 26 لإعادة توحيد شطري اليمن، ذكرى جاءت في ظل حرب لا تزال روحاها تطحن الأخضر واليابس منذ أكثر من عام، ووسط انسداد سياسي وأزمة إنسانية هائلة وتصاعد غير مسبوق لنزعات الفرقة ودعوات الانفصال، لا الجنوبيون احتفلوا بذكرى الوحدة ولا مواطنو الشمال احتفوا بها كما ينبغي. الرئيس عبد رب منصور هادي قال في خطاب بالمناسبة إن مشروع اليمن الاتحادي الذي أنتجته مخرجات الحوار الوطني سيمثل المحطة الأهم في مسار الوحدة اليمنية، ويؤسس لوحدة مستدامة قائمة على أساس من العدالة والشراكة وضمان الحقوق. نتساءل ما الذي بقي من الوحدة، وهل تمثل الدولة الاتحادية ضمانة لديمومتها؟ يأتي عيد الوحدة اليمنية 26 هذا العام في ظل ظروف مصيرية بالغة التعقيد تشهدها اليمن ومخاض وطني كبير وصعب فرضت التحديات الانقلاب ماليشيا الحوثي وصالح على الدولة والمجتمع. باستثناء هذه الكلمات للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي فلم يكن ثمة احتفال رسمي يذكر بمرور 26 عاما على إعادة توحيد شطري البلاد. في العاصمة اليمنية صنعاء حاول مقاتل الحركة الحوثية حشد أكبر عدد من مناصريهم لإقامة احتفال بالمناسبة وسط إجراءات أمنية مشددة، ولكن ما لبث أن عكرت أجواءه انفجارات ضخمة لما قيل إنها ناتجة عن قنابل صوتية ألقتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على ضواحي المدينة. يميز العيد الوطني للوحدة في هذا العام في ظل هذا العدوان الغاشم على اليمن، وفي ظل قوى سياسية خانت الوحدة وخانت اليمن، يمثل صفعة في وجه المستكبرين جميعا. أما عدن وغيرها من مدن جنوب اليمن فقد خلت من أي من مظاهر الاحتفال السنوية المعتادة بهذه المناسبة، بل أن أعدادا كبيرة من موظفي الأجهزة الحكومية حرصت على تجاهل الإجازة الرسمية في هذا اليوم والأوضاع الأمنية المتوترة، وقررت الذهاب إلى مقار أعمالها فيما يشبه إعلانا صامتا عن رغبتها في الانفصال عن دولة الوحدة. بالتأكيد ذهاب الموظفين للعمل هذا اليوم رغم أنه إجازة رسمية حمل رسالة شعبية مجتمعية من أفادها بأن الناس تؤيد بشكل أو بآخر مطالب الانفصال في الجنوب، أو ربما هي دعوات لإعادة صياغة الوحدة اليمنية في ذكرها 26. المشهد اليمني إذن لم يكن معقدا أكثر مما بدا عليه اليوم، فمستقبل اليمن الموحد أمام مفترق طرق خطير، خاصة مع استمرار حالة الحرب وتزايد النزاعات الانفصالية في جنوب البلاد. مستقبل الوحدة للأسف الشديد في خطر شديد جدا، خاصة بعد تصاعد النزاعات الانفصالية والأعمال السلبية في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت، بالإضافة إلى الارتهان في السيادة الوطنية للقرار الإقليمي والدولي.
ما يزيد صورة المستقبل قتامة في اليمن هو تعثر مشاورات السلام الجارية في الكويت، على الرغم من إعلان وفد الحكومة عودته إلى طاولة المحادثات بعد تلقيه ضمانات دولية كما قال لامتثال وفدي الحركة الحوثية والمؤتمر الشعبي العام بمرجعيات المشاورات. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الهاتفية من شيفيلد الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، أهلا وسهلا. وهنا في الاستوديو الأستاذ عبد الوهاب طواف السفير اليمني السابق لدى سوريا. البداية هي من ضيفي في الاستوديو سيد عبد الوهاب طواف، أهلا وسهلا. وكيف يمكن النظر إلى ذكرى الوحدة هذا العام خصوصا في ضوء المشهد السياسي الملتبس؟ واضح أنه الجنوب ينظر إلى المسألة، أو على الأقل من لا يعترفون بالذكرى هذا العام ينظرون إلى المسألة وكأنهم نفذوا تهديدهم، اعتبروا أنه عدم الاحتفاء بذكرى الوحدة إعلان للانفصال. أولا كل عام والجميع بخير، المؤيدين للوحدة والمعارضين للوحدة. الوضع هو وضع غير طبيعي بالمرة في موضوع الوحدة في الداخل. بالنسبة للوضع في الجنوب، صار عدم قبول شعبي كبير ورافض الموضوع الوحدة. الاحتفالات التي نراها في صنعاء هي احتفالات سياسية بالمجمل والتنافس في هذا المضمار، لكن المشكلة أعمق من ما تريه من احتفالات وابتهاجات بهذه المناسبة. إذا ذهبنا بذلك إلى الدكتور عيدروس، دكتور عيدروس، هل هذا وقت مناسب للحديث عن مسألة الوحدوية من عدمه في وقت قضية اليمن واليمنيين مفترض أنها قضية واحدة، والرئيس اليمني الرئيس عبد الرب منصور المعترف به دوليا هو بالأساس رئيس جنوبي، وبالتالي الأولويات ينبغي من وجهة نظر قطاع كبير من اليمنيين ينبغي أن تكون مختلفة؟ شكرا جزيلا لكم، تحياتي لك ولضيوفك وتحياتي للمشاهدين الكرام لقناة البي بي سي. يعني المشهد اليمني يحمل مجموعة من المفارقات المحزنة المبكية المضحكة. يعني اليوم يحتفلون الناس، يحتفلون تحت القصف والحصار والتجويع والمجاعة والتمزق والتفكك والاحتراب والأوبئة والفقر والجوع وانعدام أبسط أولويات الحياة كالغاز والماء النظيف والكهرباء، ونحن نحتفل. لا أدري بماذا يبتهج المبتهجون، هذا إذا تحدثنا عن الظاهرة الاحتفالية. الناس يحتفلون عندما يقدمون منجز للناس، عندما يشعرون الناس بأنهم تقدموا خطوة نحو الأفضل. نحن بالمقارنة مع ما قبل 25 عام أو 26 عام، نحن تراجعنا يعني عقود إلى الوراء، يعني في كل شيء، في كل شيء لا توجد مجال من مجالات الحياة لم نتراجع فيه. ولذلك أنا لا أفهم معنى الاحتفال. المفروض الناس يواسوا بعضهم بالأحزان ويسألوا عن بعضهم، عن اللي ماتوا، عن اللي قتلوا، عن الجرحى، عن المفقودين، عن المختطفين. فبصراحة يعني لا معنى للاحتفالية. طبعا موضوع ثنائية الشمال والجنوب والهم والرئيس الجنوبي، هذه قضية يمكن مناقشتها باستفاضة. يعني الجنوبيون عندما ثاروا في 2007 ومن قبلها منذ 94 وهم يقاومون السياسات الاحتلالية الاستبدادية والطغيان الذي مورس عليهم، لم يكونوا يطالبوا برئيس جنوبي، كانوا يطالبون بحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة الاعتيادية للعشاء الشعب. يعني الأخوة تفهموا وضعنا وانتخبوا لنا رئيس وحاصروه وحبسوه وشردوه وقصفوه. بس هذه وجهة نظر واضحة من جانب حضرتك، أنه الآن الوضعية الموجود فيها اليمنيون هي وضعية غير احتفائية، والمشهد الموجود حاليا هو مشهد ربما يرجئ الأولويات التي سألت حضرتك عنها. ما تعليق حضرتك سيد عبد الوهاب؟ حقيقة الوضع ليس كما يطرح الأستاذ عيدروس. طبعا الأستاذ عيدروس دائما طرحه في الأشياء التي خرجت أو الركام الذي خرج، لكن في تشخيص للمشكلة من أساسها. هناك حقيقة كلنا اليمنيين لا ننظر لأس المشكلة. نص المشكلة هي كان بدأت بمطالبات في 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 جانب الاختلالات في الإدارة للوحدة. الآن الجميع كلهم
يناقش تلك الإفرازات، وهذا هو الخطاب. الآن أنا أطلب من الأخ عيدروس وأطلب من قادة الجنوب النظر إلى ماذا يريد وماذا نريد. الآن كثرة الاتهامات، كثرة تحميل الوحدة كل الأخطاء التي حدثت، في حين أن الوحدة هي منجز تاريخي حقيقة عظيم. أنا بالنسبة لي قناعتي الشخصية مع الوحدة، ولكن وصلنا إلى مرحلة أن هذه الوحدة صارت جرح نازف لليمن ولليمنيين. فبدل أن 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 نكيل الاتهامات والشاتم ضد بعضنا البعض، تعالوا يا أخوان نبحث ماذا يريد وماذا نريد للمستقبل. صار وضعنا بس نناقش الإفرازات، نناقش النتائج لهذه المشكلة العويصة. أي مستقبل في ضوء الحرب؟ ربما هذا ما يجري الحديث عنه الآن. أولا الآن يكون لدى الجميع في الشمال والجنوب هدف واحد، هو استعادة الدولة، استعادة الدولة بقيادة الشرعية، إنهاء الاحتلال لليمن، إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران لليمن. ثم بعد ذلك ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هناك تكون على طاولة الحوار حوار هادئ سياسي بناء بين الشمال والجنوب، بين قيادات الشمال وقيادات الجنوب، أو ثم ذلك ثم يكون هناك حوار بناء بين الجنوب بعضهم بعض ماذا يريدوا. أما نحن في الشمال وصلنا إلى قناعة أن إخواننا في الجنوب يريدوا وحدة، أهلا وسهلا، يريدوا دولة اتحادية، دولة حسب مخرجات الحوار طيب. الذي توافق على الجميع، نحن مستعدين. يكون في علم الجميع أبناء الشمال الآن هم المتضررين من هذا الوضع، لم يعد لأبناء الشمال القدرة أو الرغبة في بقاء الأمور كما هي. إخواننا الجنوبيين يحزموا أمرهم فقط. طيب دكتور عيدروس، الأهم فالمهم أولا يعني حل الوضع الراهن حاليا، الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإرجاع ما يصفه الدكتور بالشرعية المعترف بها دوليا، وبعدين الوصول إلى تفاهمات ما بين الشمال والجنوب بشأن قضية الجنوب. إيه تمام، أنا معها في الطرح. يجب أن يحسم موضوع الانقلاب وتستعاد الشرعية. نحن في الجنوب حسمنا أمرنا وعادنا الشرعية إلى الواجهة، لكن حتى هذه الشرعية لا تريد العودة إلى عدن. يريدوا أن الشرعية تريد أن تدير البلاد من الرياض ومن الكويت، وهذا وضع شاذ. لا توجد دولة في العالم قيادتها خارج البلاد. أما الجنوبيون فقد واجهوا الانقلاب واستعادوا الأرض، ويوم صدر مواجهة الإرهاب، وإن شاء الله سيهزم الإرهاب. نحن لسنا مستعجلون، حل القضية الجنوبية بالتأكيد لن يتم إلا في المسار السياسي. لكن من المؤسف أن هناك من يحول مفهوم الوحدة إلى مفهوم متعالي مجرد من المضمون فقط. هي مقدس عظيم، منجز عظيم، لكن ماذا قدمت الوحدة للناس حتى تكون منجز عظيم؟ بس هذه يعني وجهة نظر قطاع من الجنوبيين يا دكتور عيدروس، من قيادات الجنوب. بعض القيادات الأخرى تريد الانفصال فورا لأنها ترى أن دعم الرئيس عبد الرب منصور لم يأتي إليهم بأولوياتهم التي يصبون إليها، وبالتالي ليست الرؤية موحدة لدى القيادات الجنوبية، وحضرتك تعرف ذلك. ما يعني ليس الجنوب موحدا مثل ما ليس الشمال موحدا، يعني ده موضوع لا. أكيد يعني أنا لي ملاحظات كثيرة على أداء القيادات الجنوبية، لكن القيادات الجنوبية تحسم أمرها وهو مطلوب منها أن تحسم أمرها. لكن ما لا أريد من أحد أن يقنعني، لأنه عندما يعود علي محسن ويعود حميد الأحمر ويعود آل الأحمر ويعود عبد الملك الحاكم أو عبد الله بن علي الحاكم يكون في حكومة شراكة وطنية بين الحوثيين وشركاء 94، ستعود الوحدة، ستتحول إلى سويسرا. الجنوب متضرر من جميع القوى، من الإصلاح، من المؤتمر، من علي عبد الله صالح، من علي محسن، من الحوثيين، من الجميع. فبالتالي توصل الجنوبيون إلى قناعة أنهم لن يستطيعون يعيشوا إلا في دولتهم، الدولة الجنوبية التي تعيد لهم كرامتهم. وبالتأكيد بعد هذا الركام الذي تحدث عنه الضيف الكريم، بالتأكيد نحن بحاجة إلى سنين لإزالة الركام الذي تركت لنا كارثة 94. نعم سيد عبد الوهاب، إذن الوعود المقدمة الآن هي وعود من وجهة نظر بعض القيادات الجنوبية، ربما ليس من بينهم الدكتور عيدروس، لكن القيادات الأكثر تشددا، هي وعود للتسويف للحصول على ضمانة أو دعم للرئيس عبد الرب منصور والقيادات المعترف بها الآن، ومن بعد ذلك سيتم تسويف المطالب كما حدث بعد 94 وبعد 2007. أختي العزيزة، الآن اليمن هو يحكم ب
بقيادات جنوبية، رئيس الجمهورية الجنوبي ورئيس وزراء جنوبي وزير الدفاع جنوبي وأكثر قيادات الدولة الجنوبية. الجنوب يحكم كل الجنوب بدون استثناء من إخواننا الجنوبيين. من الثورة الشبابية في 2011 وما رافق، بعد اختيار بعد انتفاضتنا ضد الرئيس السابق علي عبد الله الصالح، وعلى رأس المنتفضين ضد الرئيس علي عبد الله الصالح هو علي محسن الذي الآن يذكره وكأنه هو الذي واقف ضد انفصالهم، وكذلك آل الأحمر، كل الناس اجتمعوا ضد علي عبد الله الصالح وقالوا كفى ممارساته، وكل أبناء الشمال انتفضوا أو معظم أبناء الشمال انتفضوا ضد هذا الحكم، وسعينا إلى إخراج البلد أو صياغة عقد جديد. الآن الوضع اختلف، الآن اليمن مختطف بأيدي ميليشيات، الآن جميعنا يجب أن نقف ضد هذه الميليشيا المختطفة، بعد ذلك لن يقف حد أحد، لا علي محسن ولا أولاد الأحمر ولا أي أحد في الشمال. أنا أؤكد لك أن كلنا في الشمال لم نعد راغبين. هذا لم يحدث في السابق، فما الضمانة ألا يتكرر التسويف الذي هم يعتبرون أنه حصل في السابق؟ الوضع الآن أصبح اليمن ضمن منظومة الأمن الاستراتيجي للمنطقة، منطقة الخليج أجمع، وبالتالي الأمن القرع حقيقة الآن نحن ليس بمعزل عن المنطقة العربية. الآن يجب أننا نسعى ليس فقط في جانب استرداد الدولة من أيدي الميليشيات، ولكن في كل في في حل كل مشاكلنا، لأن احنا مشكلة الجنوب هذه ومشكلة الصعدة. كنا في كل مؤتمراتنا وفي كل مؤتمرات الحوار القضية الجنوبية وقضية الصعدة. الصعدة استولت على اليمن، وكان ذلك سبب التهاون مننا جميعا في موضوع الجنوب، وهي أس المشاكل. حقيقة مشكلتنا اننا نعالج كل مشاكلنا بسطحية صورة مبسطة، ولكن لم نعود لأس المشاكل سواء لقضية الجنوب أو لقضية صعدة. أختي العزيز، لا يحمل الوحدة كل الوزر. إذا حملنا كل هذه التناقضات، كل هذه المشاكل الوحدة، فيمكن نحن نحمل الإسلام القتل، نتيجة القتل الذي يقوم به داعش والقاعدة والحوثي وبوكو حرام وكل هذه المنظمات الإرهابية. الخطأ ليس في الإسلام والخطأ ليس في الوحدة، ولكن حقيقة نحن على قناعة، وأنا أول القناعين. أخواننا في الجنوب يجب أن نساندهم، نساند ماذا يريدوا؟ يريدوا يروحوا بدولة العودة إلى ما قبل 90، نحن جاهزين. يريدوا أن نحتكم لمخرجات الحوار التي توافق عليها الجميع. هذا أعتقد أنها الحل الأمثل. نعم، أشكركم شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو، والسيد عبد الوهاب طواف السفير اليمني السابق في سوريا، شكرا جزيلا لحضرتك، وعبر الهاتف من شيفيلد الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، أشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة للعالم هذا المساء لهذه الليلة، ألقاكم غدا في 6 بتوقيت غرينتش، حتى ذلك الحين ابقوا في أمان الله.